ضيفنا من لندن ديفيد مادن، محلل الأسواق المالية في مجموعة إكويتي. ديفيد أهلا بك. كانت المخاوف خلال الأيام الماضية حالة عدم يقين من أنه مستويات التضخم المرتفعة والفدرالي الذي سيبدأ في رفع الفائدة في منتصف العام القادم وسيبدأ بتقليص مشتريات الأصول في نوفمبر، كل ذلك كان يخيف أسواق الأسهم. لكن في النهاية هل تعتقد أنه ستعتاد أسواق الأسهم على هذه الأخبار وتواصل مسيرتها الصاعدة، لأن المستثمر اليوم ليس لديه الكثير من الخيارات في الأسواق؟ أعتقد أننا رأينا مثالا على اعتياد الأسواق على فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيقلص مشترياته في الأشهر المقبلة، ربما يحصل ذلك في منتصف الشهر المقبل كما رأينا في محاضر الفيدرالي التي صدرت يوم أمس. وإذا نظرنا إلى مدى أبعد ربما يحصل الأمر في ديسمبر أو في أقصى الأحوال في يناير 2022، لكن هذا الأمر محتسب إلى حد كبير في أسواق الأسهم. إذا نظرت إلى أسواق الأسهم العالمية قبل 3 أسابيع في آخر أسبوع من سبتمبر رأينا تراجعا حادا، والعديد من الأسواق الأساسية في أمريكا وبعض المؤشرات هنا في أوروبا تراجعت إلى أدنى مستوى في عدة أشهر، ربما أدنى مستوى في 3 أو 4 أشهر. هذا الأمر كان ناجما عن الخوف المتعلق بارتفاع التضخم، وكان مقترنا أيضا باحتمال تقليص الفيدرالي في الأشهر المقبلة إلى حد أقل. كان هذا الأمر مرتبطا بالمخاوف المستمرة المتعلقة بقصة إيفرغراندي والسوق العقارية في الصين. رغم أن التضخم ما زال مرتفعا، لكن احتمال التقليص من الفيدرالي في الأشهر المقبلة ما زال مطروحا على جدول الأعمال، وهناك ارتداد إيجابي في الأسواق، نرى في العقود الآجلة للأسواق الأمريكية كما ذكرت، وهذا الأمر يحصل في وقت نجد في عوائد السندات الأمريكية أدنى. الهبوط في الأسبوع الماضي كان مختلفا عن الهبوط الذي حصل في أكتوبر، إذن كان هناك ارتفاع في المستويات الأدنى بشكل تدريجي. وبالنظر إلى مؤشر S&P 500 نحن نتوقع للمؤشر أن يفتح فوق 4400 نقطة، ولا بد أن نراقب أعلى مستوى وصلنا يوم الجمعة عند 4430 نقطة تقريبا. يبدو أن أسواق الأسهم قد احتسبت إلى حد ما شيء من التقليص من الفيدرالي في الشهر إلى الأشهر 3 المقبلة. يا ديفيد، أنا لو كنت أنا في وول ستريت أدير محفظة استثمارية بمئات الملايين أو بمليارات الدولارات كنت سأفكر وأتوخى الحذر في هذه المرحلة. الأسباب التي أدت إلى كل المكاسب السابقة تذهب واحدة تلو الأخرى الآن في هذا التوقيت، فلماذا يعني لا نشاهد ذلك بشكل واضح؟ يعني لا نشاهد حالة الحذر أو حالة تجنب المخاطرة واضحة في السوق برأيك؟ إذا نظرت إلى أسواق الأسهم عموما وكيف ارتفعت في آخر 18 شهر، كان هناك صعود كبير، أما الخسائر منذ سبتمبر حتى الآن تبدو كبيرة مقارنة مع الخسائر التي حصلت في آخر 6 أشهر. لكن إذا نظرت إلى الرحلة التي قطعناها من ربيع 2020 حتى الآن كان هناك تحرك صاعد كبير جدا، وبصراحة لا يمكن أن نحصل على المجد من طرفي، لا يمكن أن نكون أمام سياسة نقدية شديدة التساؤل في جميع أنحاء العالم مع سياسات مالية داعمة في كل أنحاء العالم تساعد الاقتصاد العالمي، وأن يكون لدينا ارتداد بعد الجائحة، ولا نستطيع أن نتوقع أن يكون التضخم منخفضا وبطالة منخفضة. هذان الأمران لا يحصلان معا عادة. في نهاية المطاف إذا بدأ الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى بتقليص المشتريات وتشديد السياسة النقدية، هذه علامة على أنهم واثقون أن الاقتصاد في وضع جيد. إذا عدنا إلى 2012 و2014 كان لدينا فيدرالي يقلص المشتريات، ورأينا ما حصل
وقتها بعد أزمة من أوكرانيا تراجعت في البورصة، لكن إذا نظرت إلى 2015 و2016 رأينا الرالي يستمر لأن المتداولين كانوا يدركون أن الأخبار السارة للاقتصاد أخبار سارة للبورصة، واليوم رأينا تراجعا في طلبات إعانة البطالة إلى 293,000 وهي أدنى قراءة منذ الجائحة، وهذا يظهر أن إجراءات الحكومة الأمريكية والفيدرالي ساعدت في توجيه الاقتصاد الأمريكي إلى المكان الصحيح. أشكرك على هذا التحليل ديفيد مادن محلل الأسواق المالية في مجموعة إكويتي. على ما يبدو أنه